متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم دائما بكل الخير والمحبة. إليكم هذه النشرة الجوية الرئيسية التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي تقريبا تشير إلى تواجد بعض السحب والغيوم فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة، التي عملت على هطول بعض الزخات المحلية من الأمطار في وقت لاحق. من ساعات المساء تشكلت سحب، كان بعض منها رعدي ممطر في المنطقة الشمالية الشرقية، شملت أجزاء من القصيم وحفر الباطن والأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة. هذه الأحوال الجوية غير المستقرة في بعض المناطق متوقع أن تستمر معنا حتى ساعات نهار يوم غد الجمعة، بل وتزداد اتساعا، فسنشهد أننا في ساعات نهار يوم الجمعة تتكاثر بعض السحب الركامية الرعدية في الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة وبعض المناطق الغربية من المناطق الوسطى، بالإضافة إلى المناطق التي تحيط في المنطقة الشمالية للرياض، الأجزاء الشرقية من القصيم والقريبة من حفر الباطن. لكن مع ساعات مساء وليلة الجمعة للسبت تصل هذه فرصة الهطول لبعض الأمطار المحلية المصحوبة بنشاط في سرعة الرياح نحو العاصمة الرياض وبعض الأجزاء الشرقية من المملكة، بالإضافة إلى بقائها في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وتستمر هذه الفرصة موجودة معنا حتى ساعات نهار يوم السبت، بحيث تكون الفرصة متاحة لأن تشهد العاصمة الرياض زخات من الأمطار التي تسبق بنشاط في سرعة الرياح، وقد تسحب بحدوث الرعد أحيانا، ولكنها تكون هذه الأمطار أحيانا طينية الطابع لاختلاطها بارتفاع منسوب الأتربة والرمال العالقة في الأجواء. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة الرياض ليلة الجمعة الخميس على الجمعة، درجة حرارة الصغرى هذه الليلة 24 درجة مئوية، مع الأجواء صافية مستقرة هذه الليلة في العاصمة الرياض. الأيام القادمة أجواء طبعا حارة، درجة حرارة متوقعة غدا نهارا الجمعة 38 درجة مئوية، والأجواء حارة في ساعات النهار الصغرى 25، تتكاثر في ساعات الليل ليلة الجمعة على سبب كميات من السحب التي قد تؤدي إلى هطول، كما ذكرنا بعض الزخات المحلية من الأمطار التي قد ترفق بالرعد أحيانا. يوم السبت 39 درجة مئوية، وبالرغم من هذا الارتفاع المتوقع درجات الحرارة، إلا أن كميات من السحب متوقع أن تظهر في أجواء وسماء العاصمة مسببة فرصا لهطول بعض الزخات الرعدية من الأمطار. كذلك أمر في ساعات الليل 26 درجة مئوية، أجواء حارة تبقى يوم الأحد 38 درجة مئوية في ساعات النهار، 21 درجة مئوية في ساعات الليل، لكن تراجع في فرص الهطول المطري. نستعرض معكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الجمعة والصغرى ليلة الجمعة على السبت في مدن ومحافظات المملكة. سنبدأها من الشمال في سكاكا 33-17، كذلك أمر في عرعر، في تبوك 32-13 درجة مئوية. في المناطق الغربية جدة 33-25، المدينة المنورة 35-22، في مكة المكرمة تقترب من 40 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى 25، وفي الطائف 29-18 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية الغربية 27-17 في أبها، جازان 33-27، وفي الباحة من 24-15 درجة مئوية. أما في الإحساء شرقا 39 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 21، في الدمام 34-21، و39 درجة مئوية في حفر الباطن والصغرى 23، مع بقاء الفرصة مهيئة لأن تشهد بعض الزخات الرعدية من الأمطار. في الرياض 38-25، 37-23 في القصيم، و 33-18 في حائل. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.